بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، فلقد استفدت من ذهابي إلى الباكستان أمورا كانت قد وضع عليها الغباء، قد وضع عليها الغطاء، وعميت علينا ولبست علينا. ومن ذلك أن أهل التبليغ يتوسلون بأصحاب القبور ويطوفون حول القبور. فلما ذهبت إلى الباكستان وجدت كم هي العداوة ما بين أصحاب البدع والأهواء وما بين جماعة التبليغ. فجماعة التبليغ بريئة من هذا الظلم، وهذا افتراء في حقهم. فلقد وجدت ذهبنا إلى مساجد منعنا أن ندخلها لأن أصحابها يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء والشفاعة، ويقولون أن النبي حضر معنا وأن النبي قد تعشى معنا. فلم يأذنوا لنا بالدخول إلى المساجد بحجة أننا لا نتوسل بالنبي، ولا نقول أن النبي حضر معنا، ولا نقول أن النبي قد تعشى معنا، ولا نقول، وإنما نطلب من الله وننفي عن غير الله الطلب والدعاء والعبادة. فهم بسبب هذا الأمر العداء قائم ما بين جماعة التبليغ، لأن توحيدهم خالص الله، توحيد الألوهية العبادة، وتوحيد الربوبية توحيد الطلب، وتوحيد الأسماء والصفات. فهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ويقولون أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتبعون النبي ويجعلونه بينهم وبين الله واسطة، ويطلبون منه ويقولون تعشى معنا وحضر معنا، وهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يطلبون إلا من الله، ويعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق لا ينفع ولا يضر، وكذلك جبريل مخلوق لا ينفع ولا يضر، وأن الأموات قد ماتوا والأحياء هم مخلوقين أيضا، الأحياء والأموات مخلوقين لا ينفعون ولا يضرون. فكيف يثبتون النفع والضرر لله ثم يطلبونه من المخلوق؟ فالحمد لله الذي أعانني على هذا الخروج، وتأكدت بنفسي من هذا الأمر، ووجدت كم هناك عداوة ما بين جماعة التبليغ وجماعة البريروية اللي هم الصوفية المتشددين تشدد، حتى أنهم عملوا احتفالات في الموسيقى، وبقيت من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في الموسيقى والغناء الماجن، ويحضرون مائدة الطعام ويقولون هكذا: حضر النبي، حضر النبي، تعشى النبي، تعشى النبي، هكذا. وأهل التبليغ ينفرون من هذا ولا يقولون هذا ولا يحضرون مثل هذه الحفلات. وأهل الذين يفعلون هذا الفعل لا يحبون جماعة التبليغ، حتى أننا عندما دخلنا نصلي الجمعة قام المدرس وكان يحذر من جماعة التبليغ ويقول للمصلين: لا تتبعوا هؤلاء التبليغيين، لأنهم لا يحبون النبي. وأهل التبليغ هم أكثر الناس محبة للنبي، فقط لأنهم لا يقولون كما هم يقولون ولا يصنعون كما يصنعون هؤلاء أهل البدع وأهل الأهواء. فنسأل الله يا أخواني أن تكون هذه الشهادة لوجه الله عز وجل خالصة، والحمد لله الذي أبصرت هذا الأمر بعيني وأم قلبي. فالحمد لله حتى لا نظلم أحد. وأنا أدعو كل إنسان قبل أن يتكلم كلمة أن ينظر بعينه وأن يسمع بأذنه وأن يتيقن بقلبه، ثم يقول عن الناس: أنت لك عينان، العين الأولى ترى بها الحق، والعين الثانية ترى فيها عيوب نفسك، فانظر إلى عيوب نفسك وانظر ماذا تقول، ولا تفتري على الله الكذب، ولا تفتري على الجماعة الإسلامية الكذب حتى ترى بأم عينك يا مسلم. فاتق الله واعلم أنك بين يديه موقوف، وأنك عما تقول مسؤول. وصلي ربي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.